يمكن ابدا ان ننزه الولايات المتحده الامريكيه عن محاولات العبث بالامن القومي المصري، لا يمكن ابدا ان ننزه الولايات المتحده الامريكيه عن دعمها الكامل لاسرائيل وعن تدخلها في سوريا وفي اليمن واسقاط الدوله العراقيه وتحطيم الجيش العراقي. لماذا ننسى؟ التاريخ لا ينسى. ومن ثم هي تريد من للدوله المصريه ان تسقط وان تنهار، هذا زعمهم وهذا سعيهم. ويتعامل معهم اخرون. قبل 25 يناير هناك رموز منهم الفريق سامع عنان ولم يخرج حتى الان ليوضح هذه الحقائق، ما هي حقيقه الاجتماعات التي تمت في الولايات المتحده الامريكيه في الفتره من 20 يناير حتى 28 يناير بعد قبل ان يعود الى مصر، وما هي حقيقه الساعه الكامله التي وقف فيها مع نائب رئيس المخابرات الامريكيه على سلم الطائره، وعندما تحدث في مذكراته قال فقط ان الرجل كان يسالني سؤالا واحدا، هل الجيش المصري سيضرب المصريين؟ فأجبته لا نافيا. هذا في كلام الفريق سامي حتى لا يمكن أحد هذه الواقعة. فشد على يدي وشكرني وصعدت الطائرة. السؤال، هل هذا السؤال والإجابة عليه تستغرق 52 دقيقة كما أرسل بذلك السفير المصري والمسؤول المستشار الأمني لسفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نرجو توضيح لذلك كله. ما حقيقة ما حدث؟ ما حقيقة هذه التفاهمات؟ حقيقة غريبة جدا. أن يختار أيضا الفريق سامي عنان السيد سامي بلح مع احترامي الشديد لكل أشخاصهم أمين الحزب، واسألوا حزب الوفد لماذا تم إقالة السيد سامي بلح من حزب الوفد؟ لأنه خرج على إجماع حزب الوفد من دعم السيد عمرو موسى كمرشح في الانتخابات الرئاسية، ودعم السيد محمد مرسي، وكان يحمل توكيلا منه لإدارة الحملة في كفر البطيخ. وكفر البطيخ اذهبوا لهناك اسألوا الناس في الشارع، هذه المدينة لها تاريخ كبير جدا مع الجماعات وغيره، والسيد سامي بلح كان يفعل ذلك وتم فصله من حزب الوفد. فيتم اختيار أمين عام ومتحدث، أمور كثيرة أمامها علامات استفهام.